اليوم اخترنا لكم أماكن ممكن تقضون فيها وقت الفطور أو عقب صلاة التراويح. ننطلق من جزيرة العلم اللي توفر لمحبي الجري واللياقة البدنية مساراً بطول 618 متر، إضافة إلى مطعم يطل على واجهة مائية. هل تبحث عن تجربة رمضانية استثنائية مشوقة لك ولأحبائك؟ تعالوا يانا إلى واجهة المجاز المائية اللي تتميز بإطلالة على بحيرة خالد. واحجز مع باقة قوارب الشارقة للنزهة للاستمتاع بجولة هادئة وإفطار شهي. من جزيرة النور الحالمة ممكن نقضي يوم ممتع، حيث يقدم إفطار أو عشاء مميز وسط مناظر طبيعية. مع قائمة طعام مميزة صممت خصيصاً لشهر رمضان المبارك. ابتسم أنت في الشارقة هو شعار الإمارة الباسمة التي تأخذنا بمبانيها وحدائقها وأجوائها الرمضانية إلى عالم من السعادة والراحة.